هاد الوليدات هادو أبطال حقوا ميداليات خارج الوطن، مصر، كوريا الجنوبية، النمسا، بأمريكان عاوتاني، وما خداوش الحقوق ديالهم وكيطالبوا بالحقوق ديالهم. جابوا كاس العرش، شي أربعة كؤوس العرش اللي داو كرة السلة بمراكش ومدينة تطوان، الرباط، المهم حقه بالمغرب، الدولة الحبيبة المغرب، وما خداوش الحقوق ديالهم، هما خداو الميداليات المسائل وكيطالبوا بالحقوق ديالهم وما خداوهاش. حتى المجانية في الطوبيس ما بقاتش عندهم، ولاو كيحبسوهم الكونترولات، كيعنفوهم، كيحيدوا لهم التليفون ديالهم، كيديوهم المخافر الشرطه، كيعايروهم في الحافله، واخا هما مساكن هزوا الرايات المغرب، هزوا الرايات المغرب. كاينه واحد الاخت هزت في المهم خارج الوطن باش فازوا، هزوا الرايات المغرب، وهنا في بلادهم ما عندهمش الحقوق ديالهم، وحتى من الطوبيس حبسوهم فيه، ولاو كيقولوا لهم خلصوا ولا هودوا، وكنا كانوا يخليهم يهودوا، هما كياخذوا لهم البطاقات ديالهم ويقطعوهم ليهم ويسبوهم وكيديهم المخافر الشرطه. خويا المشاكل اللي تلقاو في الطوبيس هو استهزاء كبير، استهزاء، كيهنونا الكونترولنا، كيعايرونا، كيسبونا، كيحيدونا البطاقات ديالنا ديال الجمعيه، وحنا كتشوفوا اللاعبين ابطال، كل دريب شمن رياضه عنده، وكل دري راه قاطع البحر مع سبيسي ولا بي ماروك، وجايب القاب، جايب جوائز ديالو، ممثل البلاد ديالو، باش ينوض كونترول يصرفقوا ولا يعيروا ولا يضربوا، راه ماشي حق هذا. يهبطوا، عنده حق يهبطوا، ممكن ملي كتشوف الدري عنده اعاقه ولا مراه عندها اعاقه بكرسي متعرك ولا بعكاكز وكتنوض كتهبطوا، لا يعقل. حيت كون كنا في شي بلاد اخرى راه ما حتى واحد ما يستهزا بك، اسبقي لما كتكون راه قانونيا هذه اسبقي للمعاقين هما الاولين، ماشي نوض كونترول. الله يسمع لي من داك الكلام، ماشي كنستهزا ولا شي حاجه، كونترول ما عرفتش يكتب حتى الاسم ديالو، تعطيك كوره ما عرفش يوقفها، هادو راه تعطيهم كوره الله تيوقفوها بالله، راه مخير في هادو الله تيوقف لك بالون، وكونترول بدا يعرف عباد الله، هادو المعاقين، هادو أو الفاعلين، هادو التاركين، ماشي حشومه. الشركه، شمن الشركه؟ اسبانيا. ما عندنا ما نديرو الشركه اسبانيا اللي جينا ندوي مع قانون يكون شافت هاد الشيء، غتقول لك معاقين هما الاولين، وملي كتطلعوا الطوبيس كتلقاش في الطوبيس بلاصه المعاقين، كتلقاو في واحد البلاصه في واحد التيكيت كتلقاو في مركب بلاصه المعاقين، باب ديال المعاقين، وفين هو الباب ديال المعاقين؟ واش معاق بطال ممثل المدينه ديال الدار البيضاء وما عندوش منين يجيب فلوس باش يخلص الطوبيس؟ وشكرا. بطل فاش؟ خويا بطل في الرياضات، انا بطل في كرة قدم، حارس على ثلاثة كيسان ديال العرش متابعة، ثلاثة كيسان ديال العرش متابعين، وكاس العرش اللي تعطاتني ليه فرصة ديال الهوكي الأرضي اللي فزت فيه وخسرت في نصف نهائي في بطولة المغرب في الهوكي الأرضي. والرابع في نار النهائي ديال كرة السلة اللي فزت بها وكيساعدوني المدربين باش نزيد نحقق القاب اخرين، اللي كتشوفوا دابا هذا المرض وهذا الشيء ما كاينش الرياضه، حنا كاع كعلاقه بالرياضه، الله يحفظنا هذا المرض باش نرجعوا ثاني حيت حنا محتاجين الالقاب.